مايا رحال من ومضة. معنا اليوم رواد أعمال الأسبوع نادية وهند واصف، مكتبة ديوان المصرية. هاي نادية. أهلا، صباح هاي الخير. هند. هاي مايا، كيفكن اليوم؟ الحمد لله تمام. خبرونا شوي عن تاريخ ديوان من أول ما بلشته بال2002. ليش بلشته؟ شو كانت الفكرة الأساسية اللي شجعتكن؟ وكيف اتطورتوا لليوم؟ احنا بدأنا بان احنا شايفين فجوة في السوق، في الماركت، انه القاهرة فيها مكتبات ومكتبات كثيرة، ولكن ما كانش في مكتبة بتأدي غرض التسويق بالمعنى الحديث بتاعه، والمناخ يشجع ان الناس تيجي وتحب تمضي وقت في المكان، يتفرجوا على الكتب، يتصفحوا فيها لحد ما يشتروها. زائد انه كان في المعلومه، خدمه العملاء عندهم معلومه، بيرشحوا كتب للناس وبيحترموا وجهه نظر الناس، بيرشحوا لهم الكتب اللي هم مناسبه ليهم بناء على هم كانوا الفورمولا دي ما كانتش موجوده في القاهره قبل ما احنا بدانا. اعتقد ان احنا نجحنا نوعا ما، لانه انتشرنا. احنا دلوقتي اصبحنا 10 فروع، واصبح في مكتبات ثانيه او مودلز بنفس الطريقه اللي احنا عملناها، فالموضوع انتشر. وحاليا حاليا احنا موقفين، بس علشان لسه النكست ستيب دلوقتي عليها في اختيارات كتيره، لانه دلوقتي اصبح في الاي بوكس، دلوقتي اصبح في السوشيال ميديا، اصبح في كذا موديل للكتاب. يعني احنا النهارده يعني احنا اول 5 سنين قعدناهم بفرع واحد، وبعدين تاني 5 سنين من عمر الشركه توسعنا وضفنا 9 افرع تانيين. الفكره هنا النهارده، هل مستقبل الكتاب في ان احنا نفتح افرع اكتر؟ هل مستقبل الكتاب في الاي بوك؟ هل الناس يعني داخل كل قارئ كاتب وسيلف ببلشنج واي ببلشنج؟ يعني احنا النهارده في كروس رودز بجد في سوق الكتاب والثقافه عامه، بس لازم دايما كده ياخد بوز ويتفرج كويس قوي على ايه اللي بيحصل حواليه، علشان يحاول يشوف الترندز المستقبليه جايه منين. يعني احنا كديوان انا افتخر باننا الى حد ما consumer driven، بمعنى ان احنا بنسمع للمستهلك، بنسمع للقارئ، بنخليه هو يساعدنا في تشكيلة انواع الكتب ايه، وتشكيلة الموسيقى والافلام. يعني واحنا علينا كتير قوي من العملاء بتوعنا، وبرضه بنسمع لهم عشان نعرف هم عايزين ايه، نوعيه الخدمه اللي محتاجينها ايه. احنا بقى لنا مثلا سنه ونص اكتف جدا على القنوات التواصل الاجتماعي زي مثلا فيسبوك وتويتر، واظن ان احنا بلغنا عدينا 80,000 فور على فيسبوك وفان على فيسبوك. والفكره هنا ان احنا يعني مش جبنا شركه اعلانات او تسويق علشان تعمل لنا الكلام ده، وقلنا لهم مثلا هنعملهم كذا لو جبتوا لنا 80,000 واحد ويلا نروح على يلا كوره ويلا لا، ال 80,000 اللي معانا دول هم اكتر طيبين ورواد مكتبات ديوان. علشان يعني احنا بنعمل مثلا مسابقات كل يوم، وبنوزع 6 كتب كل يوم هدايا على الناس اللي بتكسب وبتعرف ترد عن مثلا 6 اسئله لهم دعوه بالكتابه،
بكتب بكتاب يعني في جميع المجالات، واللي بيكسب بياخد كتاب ببلاش. واحنا بقالنا اشهر على النظام ده، وواضح انه الناس استجابت للفكره دي. شو بتقدموا اليوم نصيحه لرائد الاعمال اللي بده يبلش شركه بس اوف لاين مش اونلاين؟ طبعا 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 احسن مجهود ممكن اللي عند بني ادم، يعني هارد وورك، ان الواحد بجد يشتغل ويشتغل بقلبه ويبقى عنده الصدر الرحب انه يستمع لغلطاته، انه يتعلم من غلطاته. احنا غلطنا كتير قوي في العشر 11 سنه اللي فاتوا، واظن ان ده من اهم اسرار النجاح، انه الغلطه يعني ما راحتش هدر، استفدنا منها بالفعل. انه يعني ارتكاب الغلطه دي في حد ذاتها مش مشكله، المشكله لو الواحد ما اتعلمش منها، واظن ان احنا ما سمحناش لده يحصل. واعتقد انه مهم كمان يعني ان قبل كل خطوه برضو الواحد لازم يدرس. احنا في مصر او على مستوى برضو العالم العربي، بس في مصر اهم حاجه قصدي المنطق المنتشر هو انه الناس بتبص حواليها بتشوف الكافيهات اصبحت دلوقتي موضه او منتشره او اصبحت ناجحه، طب ما يلا افتح انا كافيه. طيب ايه الجديد اللي انت بتقدمه؟ اوكي، لا لازم تشوف ايه السوق ناقصه ايه. السوق اكيد مش ناقصه مكان تاني نشرب فيه قهوه، لازم يبقى في حاجه جديد بنقدمها. السوق ما كانش ناقصه مكتبه بنفس النمط المكتبات اللي كان موجود ساعتها. السوق ساعه ما احنا بدانا من اكتر من 10 سنين كان ناقصه مكتبه من نوع مختلف، وهو ده الفكره، ان دايما اللي عايز يبدا مشروع يفكر مش منطلق التجديد الابداع، ايه الجديد اللي هو ممكن يقدمه، بس كمان على اسس ان هو الجديد ده السوق مستعد له او في فجوه ليه، او انت هتقنع السوق ان دي حاجه اساسيه عنده ولازم ما يقدرش يعيش من غيرها. لاي درجه تاثرتوا بالثوره والاحداث اللي حصلت مؤخرا بمصر؟ يعني الواحد اثر على مستويات مختلفه، يعني طبعا السنه اللي فاتت كانت سنه صعبه جدا من ناحيه اداره اعمال، من ناحيه ان انت مسؤوله عن مكتبات وموظفين، وانت مش عارفه لو هيقوم هنا مظاهره وشبابيكك هتندشتش وحياه موظفينك، يعني في مسؤوليه جامده جدا الواحد كان حاسس بيها كل يوم. وطبعا المبيعات بتتاثر، علشان يعني الناس مش عايزه تنزل من بيوتها، وحتى لو نزلت مش عايزه يعني مش عايزه تروح تشتري كتب. اكيد في حاجات لطيفه حصلت، انه يمكن الناس ابتدت تفكر بطرق مختلفه، بس ده مشروع يعني طويل المدى، وما اظنش انه يعني ما استكملش لسه. يعني يمكن الناس ابتدت تفكر انه يعني عندها طموحات عايزه تحققها بطرق. انا شايفه ان الثقافه والقراءه والكتب بالذات هي السكه الاساسيه لتحقيق الذات ولتحقيق الطموحات. على الاقل ده حياتي، يعني ده اثبت لي انا يعني على المستوى الشخصي وفي مستوى الشغل طبعا، انه دي احدى من السكك الرئيسيه، ولكن احنا لسه في الاول خالص. هند وناديه واصف، شكرا لتحدثكم مع ومضه، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا، ميرسي معك، شكرا.